وانت قلت، انت قلت انا موضوع راح يكون مثلا راح يكون، انت قلت راح يكون حصري لصفا وللاخوان المستمعين اللي هو موضوع سرقه. نعم نعم. هل راح تفند في هذا بعدين؟ طبعا اعتقد هو قال لك ما له علاقه بالموضوع. نعم لا هو تدري شنو صار؟ انا اقول لك انت تعرف هذا الموضوع، انت تعرف هذا الموضوع، انا صار سنتين ونص ادري بيه. انا كنت من دا اكتب ردي على منهاج السنه وصار سنتين مكاتب يعني ما مكمله، وصلت 60%. فاثناء كتابتي انا اقرا منها من منهاج السنه، اقرا سطر سطر يعني سطر سطر امر عليه. فاكو كلمه ذكرها ابن تيميه اكثر من كلمه، اربع سطور تقريبا، قال هاي موجوده بالكتاب الفلاني. انا مباشره سويت، رحت جبت الكتاب، هذه طبيعتي لازم اتاكد. فتحت الكتاب من بدايته لنهايته 650 صفحه يجوز كان، من بدايته لنهايته 650 صفحه، ماكو هذا الكلام. قلت انا يجوز فات من عندي يعني، خاف انا ما ادري، خل اتاكد. رجعت مره ثانيه، رجعت من جديد. ما انت طبعا انت قاعد تقول ابن تيميه ذكر قال في الكتاب الفلاني. نعم في هو يقول في هذا الكتاب الفلاني. هذا شلون هذا؟ بحثت على هذا النص، بحثت واذا وجدت النص في كتاب العثمانيه لمن؟ للجاحظ. كتاب العثمانيه للجاحظ ما كان عندي، رسائل الجاحظ موجوده بس العثمانيه مو من ضمنهم حتى اقول لكم يعني. رحت ابحث عن كتاب العثمانيه حتى احكي لكم شنو القضيه شلون صارت. بحثت عن كتاب العثمانيه، بحثت هنا وهنا وهنا وهنا، وجدت نسخ متعدده. والى ان وقعت على هذه النسخه الجيده، كتاب العثمانيه جبته طلعت قرات واذا وجدت النص. اباوع هذا النص هنا عجيب، نفسه هنا نسخه هو استنساخ لا اله الا الله. طيب هذا ايش قال يعني يقول في غير مكان؟ نص اربع سطور تقريبا، ثلاث سطور. زين شو هذا؟ شلون كذب؟ صارت ببالي الكلمه، ايش سويت؟ قرات كتاب العثمانيه كله. خوش قرات كتاب العثمانيه، من جاي اقرا كتاب العثمانيه، الالفاظ هاي الالفاظ انا قاريها يعني، مو الفاظ جديده علي لان انا قارئ منهاج السنه اكثر من مره. ها شنو هذا اللفظ؟ شنو هاي الجمله؟ شنو هاي الفكره؟ دخلت وقتها بصراحه فتحت الكتاب منه، فتحت. انت تدري انت شنو القضيه؟ شوف اخواني تعرفون ايش قد القضيه صعبه، خليني اشوفكم فد شيء. ترى انا جاي اتكلم لكم يعني جاي اتكلم لكم بسهوله، لكن انتم تخيلوا انه انسان يفتح منهاج السنه سطر سطر ويفتح كتاب العثمانيه سطر سطر، تخيلوا انتم تتوقعون يعني؟ لقيت اسطر نصا ينقلها ابن تيمية، يعني الفكره الاصليه لكل رد له من ناقله منك. وش نسوي؟ يهذر يجيب احاديث ويجيب ادري شنو ويجيب من كتبه يعني، ياخذ الفكره مرات، الفكره بس ياخذها منا ويقعد ينسج عليها، هو مهذار كثير، او ياخذ الكلمه ويبدا يفرع عليها، يضيف لها كم اربع كلمات وهكذا يحشو، يضل يحشو. ف شيخ احمد معلش اسف على المقاطعه، ولكن بالنسبه لتحقيق بالنسبه للكتابين يعني هاي 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 الاوراق باعوا ايش مالي؟ هاي كلها ارقام، باعوا هاي ارقام، بس ارقام واشارات للتشابه بين كتاب من منهاج السنه، ترى جزئين قسمين صبروا، هاي باعوا هذا 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 كتبتهم كلهم. صاحب الكتاب انت قلت المعتزلي اعتقد قبل شوي. نعم جاحظ، نعم ابو عمر جاحظ اللي هو اصلا هذا مبتدع، شلون تستدل به ابن تيميه؟ ايش قام يسوي ابن تيميه في مكان اخر؟ من يتكلم يقول قال اهل العلم، هو كلام منه؟ الجاحظ ما يذكر اسمه حتى ما يرجعوا له. الجاحظ يفرق بينه وبين ابن تيميه ايش كثر يعني؟ في الجاحظ 250 هجري متوفي، ابن تيميه متوفى 700 وكسور يعني 500 سنه تقريبا. نعم نعم زين، فهذا الكتاب كان عنده هذا وين؟ من هذه السنه قسمين، قسم ديني وقسم فلسفي. القسم الديني هذا بايقه منه افكاره كذا والوضع بايقه منه، طبعا هو الجاحظ بيرد على الشيعه، هم يرد على الشيعة العثمانية، هو اسم الكتاب العثمانية، هو كان عثماني الهوى. زين هذا الكتاب صدفة هيك، أنا قاعد يعني أنا طريقتي دائما يعني أقرأ وأشوف فوقع قدامي هذا الكتاب الحكمة المصلوبة، هذا الكتاب الحكمة المصلوبة، مدخل إلى موقف ابن تيمية من الفلسفة، تقديم دكتور حسن حنفي، دار بيسان، ها مو كبير الرسالة، اشتريته. زين أنا بالنسبة لي بالجانب الديني عدا الفلسفي، الفلسفي زين شلون نطلع ابن صدفة يعني سبحان الله الجانب الديني لقيت السرقة هاي، أما الجانب الفلسفي فتحت هذا الكتاب إخواني وإلى هذا الرجل محقق موضوع الجانب الفلسفي سبحان الله، قال ابن تيمية من أخذ الكلمات الفلسفية اللي استشهد بها بكتبه سواء من منهاج السنة وسواء من غيرها محققها منه هذا، فكملت الدائرة، كمل منهاج السنة مسروق يعني بالعشرة. شفت شلون؟ رحمة الله والديك، رحمة الله والديك، مشكورين.